هبة، بالفعل عادت الحياة إلى طبيعتها في الأردن مع استمرار إغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال، بالإضافة إلى بيوت العزاء وصالات الأفراح ودور السينما والمسارح، ما يعني بأن كل القطاعات فتحت. موظفي القطاع العام عادوا إلى أعمالهم بنسبة 100%. بقي قطاع النقل العام بنسبة 50% إشغال، وذلك لضمان التباعد الجسدي والحفاظ على انحسار الأعداد التي سجلها الأردن خلال الفترة الماضية. ولكن وفي ظل العودة إلى الحياة الطبيعية، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأمس بأن أي عودة لتسجيل إصابات 10 إصابات لمدة أسبوع سنعود إلى الإغلاق الشامل والجزئي، ما يعني بأن الأردن ومع عودته إلى الحياة الطبيعية يربط ذلك وفتح القطاعات بانحسار أعداد الإصابات. بالأمس كان هناك 6 إصابات محلية، سبقها أول أمس إصابة محلية، مع أن الأردن في الفترة الماضية كان يسجل فقط إصابات للعائدين من الخارج. الأردنيون القادمون من الخارج في الحجر الصحي يتم متابعتهم، ويتم أيضا التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا قبيل خروجهم وتوقيعهم على تعهد بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما. نحن نتحدث اليوم عن عودة ما أتي شخص عبر الحدود البرية، ولأول مرة من خلال الحدود الأردنية السورية عادوا من سوريا ولبنان، ولكن الأردن أمن وصولهم إلى الحدود ولم يسمح لهم بالعودة من خلال مركباتهم الخاصة، وذلك لضمان عدم اختلاطهم على الحدود، خاصة بأن العائدين هم من الأسر ومعهم أطفال وكبار السن. لذا فإن الأردن يفتح القطاعات ويقوم بإجلاء الأردنيين من خلال المرحلة الثالثة خلال هذه الفترة، ويؤكد على ضرورة الالتزام والتزام المواطن بالإجراءات الصحية. من لم يلتزم هناك عقوبات فرضها الأردن، والدليل على ذلك بأن الأردن ولأول مرة بالأمس يصدر قرار بحبس لمدة أسبوع لشخص لم يلتزم بالحجر المنزلي بعد خروجه من المستشفى.